اقتصادي وسياسي واجتماعي وأخ كريم وصاحب تجربة. قلنا الصين ناقصهم 20 مليون، عنا عطلين عن العمل، سنتحدث عن هذا الموضوع. لكن كيري، هل التقيته؟ ولماذا قلت نعم؟ يعني شخص مثلك بتجربتك بشفت كثير من الرؤساء في العالم، والتقيت عرفات في 63 وبدأت العمل معه، أن يأتي شاب صغير ويقول نعم، مختلف عن منيب المصري بهذا العمر المديد إن شاء الله تقول نعم، كيف استمديت التفاؤل؟ لأنه اللي بيقرأ الصحف وبيقرأ معا بيشوف إشي ثاني. أنا بقول أخي ناصر، طول ما كيري بيشتغل على الثوابت الفلسطينية، يعني بيأكد ثوابتنا. أنا بالنسبة إلي لما يقول الدولة على حدود 67 هذا بيعجبني، لما يقول والله دولة فلسطينية حسب أو بناء على المبادرة العربية كمان بيعجبني. لأول مرة بشوف واحد إجى على المنطقة هذه 10 مرات، ما بدي أدافع عنه. أنا بقول إنه في زلمة بنشوف نشتغل معاه طول ما هو ماشي حسب ثوابتنا الفلسطينية، فنحن معاه. إذا تخلى عن ثوابتنا هذا فأنا مش معاه، طول ما هو بثبت ثوابتي فأنا معاه. أمريكا هي اللي بتحكم العالم، وهو شايفه متحمس، وبقول أنا بكل إخلاص إنه إذا مشي هيك لازم نمشي معاه، إذا مشي مع ثوابتنا، وهي ثوابتنا معروفة. لا، إحنا نيجي من الآخر، هو مجهز خطة على، وحتى تفاصيل 170 شخصية أمريكية منهم رجال أمن وجنرالات سابق أمنيون وعسكريون جهزوا خطة لإعادة الانتشار في غور الأردن، طريقة العمل مع القدس، القدس دولية، بيحملوا هويات الأمم المتحدة إلى آخره، كل التفاصيل جاهزة، ظل التوقيع. أنا غلطان؟ ما بعرف في التفاصيل، بس طول ما أنا بعرف إنه الزلمة ماشي حسب ثوابتنا، وأنا لحد هلأ بدي أشوف شو بقول، وبدي أسمع للقيادة، بدي أسمع للأخ أبو مازن إذا والله ماشي الزلمة حسب الثوابت، لأنه في يعني ما بنقدرش نغطي حالنا الشمس بأصبعنا، بنشوف شو بيطلع منه فنحن معه. طول ما هو ماشي مع ثوابت الفلسطينيين اللي إحنا بدنا إياها، بس يا ريت الحياة هيك، يا ريت الحياة هيك. لا ما هو يا إلهي، ما أجمل الحياة وما أبسطها، اللي ماشي معي وكويس أنا بمشي، كل الحياة غصب، كل الحياة إجباري، كل الحياة ممر إجباري، هي لو أنها اختياري كان إحنا اليوم حالنا غير. تعرف ناصر، إحنا أنا سمعت تلمذت على إيد أخي أبو عمار، لا يمكنها، لا يمكن إنه ننزل ولا قنبلة واحدة ولا قنبلة واحدة غير اللي يتكلم عنه ياسر عرفات، لا يمكن. بمعنى انه التسويه والمصالحه التاريخيه تمت وانتهت، لا تنازلات قادمه، لا تنازلات ابدا، ما في تنازلات، احنا اصحاب حق، بس نزلنا من 100% ما قبلناش التقسيم بال 47، فابو عمار قال 22%، وغير عن ذلك لا يمكن. اكثر من هيك والله ما بتوفق معنا، ما بتوفق، جد بتوفقش معنا، ولا 22% يمكن. يعني ولا يمكن، هذا أخذنا كل الـ 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 القرارات الصعبة إحنا أخذناها. هلأ إسرائيل بدها تستوعب إن بدنا سلام، بدنا نعيش مع إسرائيل، بدنا نعيش مع إسرائيل بس حسب ثوابتنا، بدنا نكون جار مهم. كديش نسبة تفاؤلك أبو ربيح بإنه كيري ينجز اتفاق ووقع ورقة؟ 1%، 100%، 90%؟ لا أنا واثق تماماً، احنا ما راح نخسر اي شيء، بدنا نمشي بجميع بكل الوسائل المتاحه لنا للمفاوضات، ونبرهن العالم انه احنا طلاب سلام. وبعدين الاخ مازن لا تخاف عليه، فهيم وعارف شو بده، عارف شو بده، اللي بده اياه بده يلبي شو كان فكر ياسر عرفات لما المرحوم شهيدنا وبطلنا وبطلي ياسر عرفات، انه بده يلبي طلبه، انه وصل لأوسلو بمفهومه دولة على حدود 67 متصلة مع غزة والقدس، العاصمة القدس الشرقية عاصمتنا. زيارة كيري للسعودية وعمان، يعني طلع كيري مبسوط من تصريحات العاهل السعودي، بتشعر أنت أنه العرب، وهذا سؤالي عن المبادرة العربية، يعني عندهم شيء جديد ولا فعلا بيقولوا زي ما بدهم الفلسطينيين احنا موافقين، رحلوا العرب رحلنا؟ طيب احنا لازم نعرف شو اللي بدنا اياه، احنا عارفين تماما بالضبط شو بدنا، عارفين يا ناصر
انه في حدود 67 في القدس الشرقية وحل عادل عادل ومتفق عليه حسب قرار 194 في المبادرة العربية، والمبادرة العربية والإسلامية يعني عم تعطي إسرائيل شيء عمره ما كان عندها إياه، ولذلك إسرائيل عم تخبط بحالها. وأنا بأمل إنه الشارع الإسرائيلي يفيق على حاله ويقول إنه السلام أفيد لنا من عدم السلام، لأنه إذا ما عملوا سلام راح يتقاطعوا. أنت معني بمخاطبة الشارع الإسرائيلي الفلسطيني؟ معني طبعا طبعا، لازم تفهم الشارع الإسرائيلي إنه هيهم مغتصبين، هيهم محتلين، ولا يمكن إنه نضلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي للأبد. كتير عانينا من الاحتلال الإسرائيلي، بدنا نطلع الأسرى، بدنا نطلع الأسيرات، بدنا نطلع هذا مليون شغل وشغلي عليهم، وواجب عليهم يساعدونا ببناء الدولة، دولة أبو عمار، دولة انت برؤيتك، انت برؤيتك انه اليهود والعرب بيعيشوا في هذه الارض كويس وبعمروا وبثمروا يعني السلام، وانت لا يعني انت مش بحاجه لهم، مش بحاجه انك حد يرضى عنك غير نفسك وضميرك. انا بسالك يعني اولادك بيشاهدوك الان، انت مقتنع بعد هذا العمر؟ لاني انا بسالك سؤال لاني شفت قاده اسرائيليين كاتبين اليوم انه لا سلام مع العرب ابدا. أنا بسألك، أنت مقتنع اليهودي والعربي بيعيش في هذه الأرض بسلام وإنجازات وغيره، ولا بات مستحيل؟ أنا بأمل وبقول نعم، إذا عرفنا واجب إن إحنا إلنا حقوق، هالحقوق هذه بدنا ناخدها. إذا أخذناها نعم، ربما أنه كتب علينا أن نعيش وبدنا نعيش، ما لناش طريقة تانية يعني، ما في هيون 5 ملايين 6 ملايين في المنطقة، وإحنا كمان بنفس الرقم، نفس العدد، فبدنا نشوف لنا طريقة محترمة إنه نقدر ناخد كل ثوابتنا اللي العدل بقول إحنا فيها. يعني ياسر عرفات، الله يرحم المرحوم ياسر عرفات، قلنا هذا الخطوط اللي أنا بدي إياها، أو مازل ماشي عليها، وأنا ماشي معهم، أنا ماشي معهم، أقل من هيك ده يمكن، وبدنا نعيش، وبدنا نري العالم إنه فعلا نقدر نعيش، وهذا كله مرتبط عند الإسرائيليين، وبأمل إنه الشارع الإسرائيلي والإسرائيليين يفيقوا حاله ويقولوا إنه الشعب الفلسطيني له كل الحقوق، إنه بقامة دولته، دولة. شفتك ترددت في الإجابة. وكأنه السؤال يعني في غصة من الاحتلال، في غصة من الاحتلال. أنا يعني بأمل يعني هيك. أنت كنت المصري ابن نابلس من جهة، والسياسي ورجل الأعمال من جهة، وجبل النار دمك حامي، يعني زي اللي ترددت. يعني هو بتردد من الاحتلال لأنه تجربتنا لحد هلا مع الحكام الإسرائيليين، مع القادة الإسرائيليين بالضبطة، وعم نعمل كل جهدنا إنه أو مازن بهور الحل السياسي، الحل السلمي، الحل كذا، وإحنا ماشيين معه. وإحنا هلأ في عنا قيادي، في عنا يعني في الإدارة الأمريكية مع كري، ووجود أبو مازن، ووجود كمان كثير من الإسرائيليين بدون سلام، بدنا نشتغل على الموضوع هذا منشان نقدر نعيش مع بعض، بس من دون أي شيء يروح من ثوابتنا الفلسطينية. بدنا كلها ثابتة لحتى أبو عمار لا يمكن إنه نقبل بشيء بأقل. الاقتصاد مر علينا، بدي أحكي عن 3 عناوين سريعة. نعم. دكتور سلام فياض أدلى بدلوه. نعم. حاول جاهدا، يعني كنا في فترة وهو قاد الفترة الانتقالية، تزامن ذلك مع الانقسام، قامت مالية منفصلة في حماس. أنا مش عارف ليش لغاية الآن لما بيقولوا الميزانية في غزة الميزانية كويسة والميزانية كويسة، إذا أمريكا بتقول ميزانية نزبالة، إذا السعودية مديونة، فأنا بستغرب من إخواننا في غزة لما بيقول لا إحنا تمام وضعنا، مش تمام من مرة، إحنا مش تمام. أنا يعني أنا أتحدث كغزاوي، يعني أنا أتحدث كغزاوي وأتحدث بألم. يعني أنا بزعل لما بشوف وزير في حكومة الأستاذ هنية بطلع بكل لا ميزانيتنا تمام. ميزانية مين اللي تمام؟ روسيا مديونة. على كل، سلام فياض قاد الفترة الانتقالية، له ما له وعليه ما عليه، غزة استقلت بماليتها، واليوم إحنا الآن
ندخل عام 2014. سؤالي أبو ربيح، اقتصاد 2014 وين؟ إحنا وين؟ إحنا مجرد مستهلكين نلهث ونجري ولا عندنا خطط؟ إحنا مستهلكين مع الأسف الشديد، لحد هلأ مستهلكين، لأنه نشتري من إسرائيل بخمس ملايين تقريبا دولار ونبيعهم نكون بعشرين وثلاثين مليون دولار. مش يعني ما فيش تكافؤ في الموضوع هذا. بدنا، أنا بعتقد يعني الشعب الفلسطيني هذا مثل ما نعته الأخ أبو عمار قال عنه شعب الجبارين، عم بحاول يعني بالأشياء المطاعة المستطاعة عنا عم نحاول. وأنا بعتقد كل هذا متوقف طبعا ليش اقتصادنا مش يعني مش على مثل ما بدك. نصك رايح غزة، غزة 45 أو 48% من الاقتصاد موجود بغزة. غزة محاصرة، ما في أي شيء هناك بتقدر تطلع منها. إحنا أكبر سجن في التاريخ، أكبر يعني ما يحدث لشعب غزة لا يمكن أن يتصوره أحد. مصيبة. والضفة الغربية كمان، طول ما في أضرب كفة عند الطاقية، طول ما في شيء كذا يعني عم نحاول. بس في عندك شعب جبارين، وفي كل الاحترام للاقتصاديين الموجودين في البلد، عم بيحاولوا. إذا زال الاحتلال، نعم إحنا في عنا إمكانيات هائلة، في إمكانيات هائلة بغور الأردن من زراعة وصناعة. تطلع على الموازنة؟ إيه بطلع عليها، مش كتير. شو رأيك بوزير المالية أبو أسعد؟ جيد، منيح، وعم بيحاول كل جهده. أنا بعتقد كل يعني الموجود جيد، يعني مثل غيره ولا مثلا؟ لا جيد. أنا من حق الجمهور يسأل هذه الأسئلة، وأبو أسعد بتفهم جيد ذلك. جيد وواعي. شكري بعرفه لما كان شاب بيشتغل في البنك العربي، وزلمي بيحاول كل جهده يعمله. وأنا بعتقد يعني في خطة، طلعت على خطته المالية خطته. يعني مثلا أجل سلام فياض عودنا يقول هاي خطة المالية، ونزعل منه ونسب عليه، وكان يتحمل. الله يوفقه، والله كان يتحمل، والله انه احيانا كثيره انا شخصيا حتى وكلنا ثقلنا عليه. لا بعد كان يتحمل. انا اشكره غائبا. مظبوط. وانا كمان. هلا الوزير الماليه، يعني انت ما بدك تناسبه، انت بدك تشوف خطته الماليه. انا بسال خطه حكومه الدكتور رامي الحمد الله الماليه، شو رايك فيها؟ انا بايدها بالكامل، لانه شوف عندك رئيس جيد وبعرف كيف يدير دولته، عندك وزراء كتير يعني متمرسين، ومنهم وزير المالية. وزير المالية في عنده، هذا معناه المشكلة في الشعب. إذا الرئيس ممتاز والوزراء كويسين، معناه إحنا اللي المشكلة في الاحتلال. المشكلة في الاحتلال، هذه مصيبتنا الاحتلال. عم بحاول كل شيء. عم أنت شو سياسة الحكومة الاقتصادية؟ بدهم نشوف. مبنية على شو؟ مبنية على إنه خلق إشي ما يكونش اقتصاد استهلاكي. بس هذا بده وقت. هذا ممكن تفهمني يا، لانه الدكتور سلام فياض كوزير ماليه واحنا لمنا عليه انه كان يحامل اكثر من حقيبه. على كل في شغلتين، في هو غزه، كان يقول ثقافه صمود. في غزه وفي الاحتلال. انفصال غزه، عدم تواصل غزه مع الضفه كتير بياثر. وبعدين في عندك الاحتلال، انت ما عندك يعني ما بتعرف اقتصاديا شو الحل مع غزه. بدك لازم نتفق معه، لازم نرجع ننهي الانقسام. هذا الكانسر اللي بجسم الفلسطيني. بدك ترجع تضيع لنا الحلقة. لا ما في غير زالي. الحلقة نعود نحكي عن ناصر. اتفاقية القاهرة واتفاقية قطر، ووقع بوقعش وانت وقع احسن، وفلت السجنة هون وفلت السجنة هون. يعني زغرنا اكل. ما في طريقة يعني بدنا شيء يحسم. لا ما في حسم. حسم لا أعوذ بالله، حسم بالاتفاق. يعني حسم أنا قصدي بالاتفاق. حسم إحنا شعب أخوة في بعض، يعني مش معقول كل 10 سنين مش عارفين نتفاهم. خلص أنا بقول إنه الشعب يريد إنهاء الانقسام. خلص أنا بكرة أنا وياك هلا أحكي لك اقتصاديا. أيوة اقتصاديا، زي ما عندكم الاتصالات هون وهون موحدين الشعب، هلا كيف الاتصالات والتوجيه بنصير دولتين. يعني أنت لو هلا تقرر أنت وصبيح المصري إنه تقطع الخطوط عن غزة، بنصير دولة نتصل في بعض احنا. انت بتعرف انه يجمع شعبنا في غزة وشعبنا في الضفة الاتصالات والتوجيهي فقط؟ شو ضل بين حتى النقاب تصحفين النصفين؟ يعني هذا انا بحكي لك عن ألم. انا بحكي لك عن ألم. كيف تفضل. بدنا نقول لإسرائيل انه تفتح إيرز، تفتح المحلات تاني منشان نروح ونرجع، منشان نروح ونيجي مع بعض. ما بصير تضل إسرائيل متحكم فيها. فيش بدك تنزل على الشارع. إسرائيل بدها ثمن، بتقول لك بفتح إيرس بتوقف صواريخ، ما بتضرب هون على إيرس. قال لهم يعني في ثمن موقف. قال لهم خالد مشعل في القاهرة، أبو الوليد في القاهرة، وأنا سامعه. وأنت كنت سامع معي بأربعة خمسة
2011 قال ثلاث أشياء. قال حدودي 67 بعطي مجال لأخي أبو مازن لسنة من شان المفاوضات وبقف بوقف كل شيء اسمه يعني إطلاق صواريخ. بس هل بدك إسرائيل؟ هلا رجعني بعد إذنك على الاقتصاد. أنت بتطلب مني هيك مطلب والله ما هو بإيدي والله عشان أنا يعني أستفيد منك أكثر وقت ممكن. اقتصاد 2014 اقتصاد طول ما في احتلال إحنا بأزمة كبيرة جدا. طول ما عندنا انقسام إحنا ما بتقدرش تقول بدي أبني اقتصاد وأنت محتل. تقدرش تقول أنا بدي أبني اقتصادي وأنت منقسم. كنت طلعت هذا مثلنا ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل امبارح تعين محافظ بنك أمريكا. مزبوط. طلع أوباما أخده كتب في السي في هذا كان محافظ بنك الإسرائيليين انتقدوه كان لهم خطركو. طلع محافظ بنك إسرائيل أصبح محافظ بنك أمريكا. هذا مزبوط. اليهودي الذي يتحدث اللغة العبرية. اليوم أنا بسأل رجال الاقتصاد شو عندكم اقتراح على السياسيين؟ ما هو في وزراء بشاهدونا لا. أنت ماذا تقترح في 2014؟ شو نعمل غير الكلام الوجع اللي تفضل فيه؟ 2014 بده يكون في إسراحة المحارب. نقول 2014 بدها تكون سنة الحسم أو سنة الطوفان، وأنا بأمل إنه تكون سنة الحسم والسلام، لأنه ما بنقدر إنه نقدر نمشي أكثر ونقاسي أكثر من هالسنة. هلا ما هو لا أعطيتني مصطلحين، 2014 هو استراحة المحارب ولا عام الحسم؟ لا بدها منو الحسم عام الحسم إنه بدنا نحن نقعد نحاسب حالنا نقول في عنا كذا قضية بدنا نحلها، بدنا نحل الأشياء الداخلية. المجتمع الفلسطيني لازم يحل مشاكله الداخلية ويشتغل على مشاكله الخارجية اللي هو الاحتلال. انقسام أمر داخلي لازم نحل مشكلته لازم وما يعني نبدل كل شيء ممكن من شان ننهي الانقسام. لازم نكون رايحين 2014 كشعب متوحد كيونت سياسي وحسام. صار سمة العصر. اليوم كان في مظاهرات في رام الله تضامن مع اليرموك. اليرموك فيش عندهم احتلال إسرائيلي بس عندهم انقسام أسوأ من الاحتلال. مزبوط. وعندنا مشاكلنا ما هو هون الكل عم يعني الكل عم بيشتغل فينا وإحنا لازم كلنا. هذه بقول لك ليش استراحة المحارب في بدك تطفي الحرائق الموجودة عندك وتخرج منها بعد تطفئة كل الحرائق هذه تقول ومن الحرائق هذه الانقسام نقول كيف بدنا نحارب الاحتلال. وبأمل إنه يصير في اتفاق عادل. الاتفاق اللي بيشوفه الأخ أبو مازن على خطى أبو عمار اللي هي إقامة الدولة الفلسطينية. أنت يعني بتدعو ثلاث مرات كررتها. أنت بتدعو يعني الفصائل والقوة اللي بيسمعوا نعطوا أبو مازن فرصة تحقيق السلام وإقامة الدولة وفق بموجب سلام وأن لا يكون عام التصعيد. نعم. أنا بقول هلأ هذه سنة الدبلوماسية الهادئة إنه نقعد مع بعض. طالما ناصر طالما ما يعني لا يمكن نعطي أي شيء خارج ثوابتنا الفلسطينية. بدنا نتمسك بثوابتنا لأنه حقنا هذا وما بنقدر نعطي أكثر من ما أعطى أبو عمار كمان مرة. دافوس يعني مؤتمر دافوس لما بدأ شعرنا إنه أشبه ب حتى بعض المثقفين كتبوا أشبه بمشروع مارشال. يعني هذا راح يشيل المنطقة ويحل مشاكلها الاقتصادية. ألا تعتقد أستاذنا بأنه تحول إلى مهرجان خطابي أكثر خصوصا آخر جلسة يعني واللي قبلها؟ شو بدي أعمل لك دافوس؟ دافوس محل ما بلتقوا ناس اقتصاديين وشفيف شوية سياسي وبعدين انت روح عليه وانت واثق شو بدك منه. يعني روح عليه بخطة والخطة هذه بتشوف الخطة في النهاية بدها ترجع لموافقة نتنياهو. لا كيف لا 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 على لو بدك تستورد بيض يعني كرتونة البيض كانت 12 شيكل صارت 25 شيكل. مزبوط. لا لا مش معقول. لا على هذا كمان لازم الشعب يقول كلمته. ما بنقدر نضلنا خانعين. شو يعني بدنا نقول للعالم كله يا عالم ساعدونا على تحقيق حريتنا على تحقيق استقلالنا. ولازم نشوف العالم انه فعلا احنا باذلين كل جهدنا انه نعمل سلام. ابو ربيح احنا بنحكي عن ارتفاع هائل ومجنون بالاسعار وهذا اخر سؤال عندي في الدقائق الاربع المتبقيه. عندك كرتونة البيض من 12 شيكل صارت 25 شيكل. لتر البنزين صار 8 شيكل.
باكيت الدخان وصل 25 شيكل، هذا سعر عالمي يعني. يعني لوين رايح السلطة؟ يعني أنت امتدحت الآن المالية والحكومات، يعني شو اللي بصير؟ في النهاية أنا بحكي عن جيش عاطلين العمل، وهو السؤال الأخير ماذا تقول لهم أنت؟ في هاي تيك، في كمبيوتر، أنا شفت في بلفاست أخذونا زيارة اقتصادية، مؤتمر اقتصادي في بلفاست، كمبيوترات وبيجوا الناس بيشتغلوا على الكمبيوترات عالميا. طب شغلوا الناس على الكمبيوترات على الانترنت، انت صاحب شركات وصاحب صولات وجولات، مشكلة العاطلين علم ارتفاع الأسعار، وهذا سؤالي الأخير ماذا تقول أنت للناس الذين يشاهدون يجلسون في بيوتهم ولا يجدون لقمة الأكل؟ دولتنا جاية ناصر، بدنا قبل لتحقيق الدولة بدنا ننهي الانقسام. أنهينا الانقسام بصير في مشاريع، لما ناخد دولتنا بدنا نعمل مشاريع، يعني بدنا نلبي شو بده الشعب. وأنا بعتقد تماما قدراتنا المحلية وقدرات الشتات الفلسطيني، فهو قادر إنه يعمل فعلا، يعملنا دولة قادرة وتكون مزدهرة بالاقتصاد. السؤال واسمع مني يعني السؤال اللي بنردف فيه دائما بمزاحا، معاليك دبلوماسي ولا مش عارف الإجابة؟ أنا أنت دبلوماسي. أنا فلسطيني بسيط، تربيت ببيت وطني وعشت مع جماعة وطنيين، بقول بدنا وطن. أنا أمنيتي الوحيدة إن أشوف فلسطين قبل ما أموت دولة مستقلة، كما شافها الشهيد وبطلي أبو عمار، وكما يشتغل عليها الأخ أبو مازن. كمان سؤال، أنت لمن يتوجه العاطلين عن العمل؟ يتوجه العاطلون عن العمل للحكومات، للفصائل، للقوى؟ مش معقول اللي بده يشتري كرتونة البيض كله استنى مشعل وعباس لما يتفقوا، استنى الزهار وطيرة ولما يتفقوا، مش معقول. بجوز ما يتفقوا. هذه من استراحة المحارب، استراحة المحارب. بدنا نقعد نحل مشاكلنا، بدنا نقعد ونقول إنه القطاع الخاص مع الحكومي لازم يقعد باجتماعات مكثفة، في على الأقل بتمنى تكون أكثر لأنه مصيبتنا أكبر، بس لازم يكون في وحدة حال، لازم يكون في نوع من الاتصال الدائم. بصراحة المحارب لازم نلاقي حلول، إنه ما في إشي بأن مشاكل الدنيا. عجبك أداء حكومات سلام فياض اقتصادياً؟ يعني ما هو كمان الله يساعده، في عنده احتلال، ما بنقدر نأدي إشي يا ناصر، صعب كتير، أنت عم تطلب من المستحيل. أنا أطلب المستحيل. لأنه من حق الجائع أن يطلب المستحيل، من حق من يشاهدنا الآن يقول عم بربيح. أنت بتعرف أنت مقام ووظيف كبير ومحترم ونتعلم منك، لكن الجائع اللي الآن بيشاهد أولاده جوعة على العشاء من حقه أن يطلب المستحيل. بده استراحة المحارب، لازم نلاقي له حل، لازم انه احنا نتفاعل، بس ما يكونش الحل رفع الاسعار. لا طبعا، مش معقول يعني. لذلك بدنا نلاقي حلول، بس لازم يكون في امكانيه انه نقعد ونستريح ونقول شيء الحلول. ما بقدر هيك انه في حل طول ما في كمان احتلال. بدنا نشوف طريقه انه شو كيف بنقدر نظبط حالنا بالوضع القائم فيه، على اساس بس انهي الانقسام وانحر الاحتلال. انا في عندي دوله قويه ولها مستقبل مزدهر. في أي احتمالية إنه العاطلين عن العمل يشتغلوا مثلا شركة الاتصالات أو شركات أخرى تحاول تشغلهم بدون ما يهاجروا؟ يعني أعطيتك مثال بالفاست، اليوم الشركات العالمية بصراحة المحارب بدك تشوف، يعني ما في عنا عصا سحرية تعمل هيك فهالعصا هذه تقول والله بدي أعمل. احنا في عنا مشكلة كبيرة إنه بدنا نشوف شو طريقة إنهاء الانقسام ودحر الاحتلال من شان نتفرغ لمشاكلنا. في عنا مشاكل كبيرة لازم نحلها، لازم إخواننا اللي بالشتات، الفلسطينيين اللي بالشتات والدول العربية كمان يساعدونا، لازم نروح ونجتمع معهم ونقول له في عنا مشاكل، حط المشاكل هذه كلها بجدول زمني ونقول نحل تدريجيا هذه المشاكل، وناخذ عنصر البريوريتيز، عنصر اللي شو اللي بيجي قبل الثاني، يعني أولويات. يعني سلم الأولويات نشوف شو هي، منشان نخفف من البطالة، نخفف كتير من البطالة، ونخفف من رفع الأسعار، ومنشان الناس كلها تقول والله في عيش يعني. بس هذا كله نقدر نتمكن فيه بشغلتين، إنهاء الانقسام وتحقيق الدولة.
ده الاحتمال. معالي الوزير، أنا متأسف أضلنا. لا لا، معالي الوزير الأخ الكريم عم أبو ربيح، رجل الأعمال، رئيس المنتدى، فعالية وطنية، يعني نار على علم. أنا أشكرك لحضورك في استوديوهات معنا، أشكرك على هذا البث المباشر، وكما اعتدنا من قبل أرجو أنك تسمح لنا دائما نتصل فيك، ودائما على الأقل نتبادل الأفكار فيما يتعلق بالاقتصاد وفي محاولة مساعدة الناس والهم العام. أنا لي شرف أن أكون هون، ولي يعني أعطيتني وقت أن أحكي مع إخواني المشاهدين، وأنا شاكر جدا معنا، أتمنى لكم التوفيق. شكرا مشاهدينا الكرام، إخوتي وأخواتي، إلى لقاء آخر إن شاء الله، طابت أوقاتكم. أهلا وسهلا.